السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة تثبيت متجر بلي على البي سي على الكمبيوتر عندك، ازاي ان انا اقدر اشغل كل ما يخص متجر بلي من تطبيقات اندرويد على الكمبيوتر واخليه يدعم تشغيل تطبيقات الاندرويد. اول حاجة بنروح نبحث عن الكلمة اللي قدامنا دي اللي هي الماكس بلاير، بنروح على الموقع الرسمي الخاص بيه وبنعمل له داونلود من الكلمة اللي قدامنا دي. داونلود هينزل لنا اخر اصدار للمحاكي اللي اسمه نوكس بلاير، تمام، وحوالي 500 ميجا، وهنستنى لغايه ما ينزل معانا. زي ما احنا شايفين البرنامج نزل عندنا اهو، تمام، بضغط عليه واعمل له عمليه تثبيت سريع على الكمبيوتر عندي، قوي بعض الشيء، ما يقلش راماته عن 2، بروسيسور كويس ومساحه معقوله على الجهاز. هنكتب، هنضغط على انستول هنا، ومنها نضغط على اكسبت. هنا احنا اكسبت دي، نضغط عليها، هيبدأ عملية الانستولينج على الجهاز عندنا. زي ما احنا شايفين تم تثبيت البرنامج على الجهاز، وبنضغط كلمة ستارت والمحاكي بيبدأ يفتح معانا كده. خلاص احنا عملنا تثبيت. اقدر اعمل دلوقتي لوجن على الجوجل بلاي، احط الجيميل الخاص بيا بكل سهولة، اضغط لوجن ناو واحط الايميل الخاص بيا، وبتضغط نيكست وبتحط الباسورد الخاص بالجيميل بتاعك، وبنضغط نكت. انزل لتحت كده واضغط يساين مان. تمل معايا تشغيل متجر بلي، واقدر ان انا بكل سهوله انزل اي حاجه انا عاوزها، سواء ابلكيشن زي الفيسبوك زي الواتس زي تليجرام ايا يكن. بعد كده بكل سهوله بقدر ان انا اضغط على كلمه اب سنتر هنا وابحث عن اي تطبيقات انا محتاجها او اي العاب موجوده على المتجر، وليكن مثلا لعبة زي سابوي اقدر ان انا اضغط عليها واعمل لها انستول بشكل عادي خالص، او اي تطبيقات اخرى زي مثلا الواتساب مثلا اهو، انستول اهو عادي خالص بيعمل تثبيت معايا، اقدر ان انا اعمل له عملية تسجيل دخول بالتليفون بتاعي، واي تطبيقات انت محتاجها زي الانستجرام، ماسنجر، الايمو، ساوند كلاود، كل ده موجود بشكل عام على الجهاز دلوقتي على الكمبيوتر الخاص بيك بكل سهولة. اتمنى يكون الشرح واضح وسهل. لو في استفسار اتمنى اشوف تعليقات. لو الفيديو عجبك اعمله لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمله مشاركة. لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا. متنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.